مساء الخير. هنا البداية من العلا إلى العالم إلى الخليج إليك. هي أهدافك، انتصاراتك، قصة نجاح، قصة مجد. انظر من حولك من الأعالي وسترى فرصاً، معارف، روابط، لحظات ومغامرات فريدة، آفاق جديدة لك وحدك، للرجال فقط. 7/4/2012 كان الموعد، وها نحن على الموعد، نلتقي على شاشة دي ام تي في كل يوم من السبت إلى الخميس على الهواء مباشرة، معي أنا فرح بن رجب وزميلي روني مهنا وجعفر محمد. مساء النور. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. مساء الخير. مساء الخير عزيز الرجل وين ما كنت. نحن وياكم كل يوم رح نكون برحلة فعلاً مفيدة وشيقة على مدى ساعة ونصف. اليوم مواضيعنا فعلاً منوعة، ولكن الموضوع الأساسي هو راتب وراتب المرأة، أي بمعنى تاني معاش المرأة يلي بتقبضه من وراء عملها. إلى أي درجة شو فرح؟ إلى أي درجة يشعر الرجل بأهمية إنه تشاركوا المرأة اليوم بنفقات الحياة، وخاصة المصاريف العالية يلي صارت موجودة ويلي فعلاً بيتقسموها؟ رح نروح نحن وياكم حول العالم لمعرفة المزيد من الأخبار، إضافة إلى فقرة التكنولوجيا رح تكون معي جعفر. نعم، مساءك جميل أيها الرجل. موضوعنا لهذه الليلة هي الأمراض التي يعاني منها رجال الأعمال نتيجة السفر وطريقتهم في التغذية، وضيفنا الطبيب موريس أخصائي في الجراحة العامة سيجيب عن بعض التساؤلات، وسيكون معنا ضيوف مميزين للحديث عن البرنامج الجديد راب أب على قناة دي ام تي في، إضافة إلى الرياضة وأهم أخبارها، فابقوا معنا. سنتوقف عند أبرز وأهم الأخبار التي شهدها العالم اليوم. بات حطام سفينة تايتانيك يخضع لحماية اليونسكو بموجب اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن آثار تايتانيك تقبع على عمق 4000 متر قبالة نيوفاوندلاند، وبما أن الحطام موجود في المياه الدولية لا يحق لأي دولة المطالبة بسلطة حصرية في ذلك الموقع. وأضافت منظمة اليونسكو من أنه من الآن فصاعدا أصبح بإمكان الدول الموقعة على الاتفاقية على هذه الاتفاقية منع تدمير الآثار التي يعثر عليها في الموقع ونهبها وبيعها وما إلى ذلك من معاملات يعني كالتشتيت وذلك. أذكر طبعا أن سفينة تايتانيك غرقت من حوالي 100 سنة أيضا في نفس هذا الشهر، لما كانت تقوم برحلتها الأولى من ساوثامبتون البريطانية. بديها بنطقك أنت الإنجليزي. أنا قريتها بطريقة مختلفة كليا. ساوثامبتون إلى نيويورك، وذلك بعد أن اصطدمت بجبل جليدي في أفريل سنة 1912، وقد أودت الحادثة بحياة أكثر من 1500 راكب من أصل 2200. طبعا مش عم خبركم شيء جديد، الكل عارف خبرية التايتانيك، ولكن الغريب في الأمر والمثير للانتباه أنه بعد مرور 100 سنة عن هذه الحادثة تبقى خبريتها السفينة وأسرارها كل يوم موجودة، وهذا الشيء الغريب. وأيضا عم تفوت مصاري أيضا كل يوم من معارض ومتاحف وما إلى ذلك. نحن عم نحكي عن أشهر حادثة يمكن صارت بالعالم، خاصة الفيلم الأشهر يلي هو تايتانيك. اليوم بعده، بعد كل هالعمر يلي صار لهذا الفيلم، بعده تقريبا بالمراتب الأولى. يعني تخيل أداء أخذ وحصد نجاح كتير كبير، وهيدا الحادثة منا أبدا جديد، ورح نتابع كل التطورات لأنه صار في 3D كمان. أي طبعا، في بمناسبة مرور 100 عام أو مئوية التايتانيك، 2012 كانت في 1912، فمئوية التايتانيك فعملوا نسخة 3D. يعني هذا التطور. ثاني كمان، ما هو الغريب، في واحدة من المسافرات اللي يعني منعت الحمد لله ومشي حالها بشنطتها كانت حاملة المنيو تبع تايتانيك، فابنها أخذوا باعوا مزاده، يعني جايين على المزادات. هلا في عندي مزاد بعد شوي، تفضل. مش هيدا أكيد، مش هيدا أكيد. أكيد أنا ما بشتريها. ننتقل من التايتانيك وإلى موضوع، هل سمعت عزيزي المشاهد بمصطلح نوموفوبيا؟ هو مصطلح برز سنة 2008 ويصيب 66% من مستخدمي الهواتف النقالة الذين يشعرون
بخوف شديد من فقدان هواتفهم. هم أشخاص مدمنين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين لا يحتملون أن يكونوا غير متصلين بشبكة الإنترنت لأكثر من يوم واحد. وتصل هذه النسبة إلى 76% في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. هذه الظاهرة تفاقمت مع وصول الهواتف الذكية والعروض غير المحدودة، فكل فرد يستطيع النفاذ إلى مجموعة كبيرة من الخدمات. أين أنا؟ هل من مطاعم مجاورة؟ كيف أو أين سوف تسهر هذه الليلة؟ وقد برز أيضا مفهوم جيل الإبهام للإشارة إلى الأشخاص الذين يبعثون رسائل قصيرة بلا توقف، لا سيما مع توفر خدمة الإنترنت على الموبايل. هذا الخبر فعلا يعني صار كل يوم عم نسمع بإحصاءات جديدة، نعرف قد في أشخاص أو في أطفال حتى كمان بأعمار صغيرة عم بيواجهوا مشاكل مع أهليهم بسبب التليفون وسبب كمان هيدي الحالة يلي صارت بارزة. نوموفوبيا. مين فيكم عنده هالحالة؟ مش هلا، بس نحن ما صرنا نعرفها من وراء الأشخاص. يعني إذا كنت أنا عم بلقط السيلولار، إذا أنت أعطيتيني الملاحظة فيمكن نحن بنتبه على حالنا، بس أنا أكيد إنه كل واحد لحاله ما رح ينتبه عليها. نعرف دائما التجمعات بتكون حول العالم. كمان خبر التالي رح ننتقل فيه لشرق بنغلاديش، مطرح ما صار في تجمع حاشد لكثير من الناس بجنوب شرق بنغلاديش لإلقاء نظرة على سمكة نادرة. نعرف قد ايه اليوم الأسماك فعلا مميزة، ولكن تتوصل الحالة لهون انه شخص هو رجل أعمال صيني ثري كثير اشترى سمكة واحدة مقابل 38 ألف دولار أمريكي. هذه السمكة الذهبية يا بليش جيبي أربعة. هلا هذه السمكة الذهبية هي نادرة كثير، وزنها حوالي 37 كيلوغرام، وتعتبر مشهورة بنكهتها وخاصة نكهة مثنتها ولحمها كثير العصارة، يعني فيه نوعا ما ليكيد كثير. كان البائع اشترى هذه السمكة من مزيد من صيادين عائدين من خليج البنغال. المزيد شمل حوالي 500 شارة محتمل، ولكن هيدا الشخص بالذات يلي اشترى هيدا السمكة كان عارف انه رح يروح ويبيعها بسعر كتير كبير، مثل السعر يلي قلنا لكم عنه وهو 38 ألف دولار. خليني أقول شغلة انه هيدا النوع من الأسماك بالذات غالبا ما منلاقيه، أو شكلها يعني شكلها منه هين أبدا، 37 كيلو السمكة الوحدة، ولكن بتتعدد الألوان بين أحمر وبين فضة، ولكن اللون الذهبي بالذات في منه حوالي 3 أو 4 سمكات سنويا بس بخليج بنغال. عشان هيك سعر هالقد غالي يعني. هلا ممكن يعني هلا بنعرف قد في أشخاص يمكن مهووسين، هلا مثلا بيشتريها يمكن بخليها عنده، يمكن بيشتريها بيعمل عزيمة. هلا فعلا يعني كل واحد عاد مصريته. أنا عندي خبر سار لك سيدي إن كنت من المسافرين بين الكويت والعراق، حيث وقعت السلطات العراقية اتفاقا مع شركة طيران الجزيرة الكويتية لتسيير رحلات بين العراق والكويت بعد انقطاع دام أكثر من عقدين. وقال مدير سلطة الطيران المدني في العراق لوكالة فرانس بريس: وافقنا على طلب شركة طيران الجزيرة الكويتية لبدء تسيير رحلات من الكويت إلى العراق. وأوضح أن الشركة طلبت تسيير 4 رحلات أسبوعية إلى بغداد و4 رحلات أخرى إلى النجف، مشيرا إلى أن الرحلات ستنطلق فور إرسال الشركة جدول رحلاتها. وأكد مستشار وزير النقل العراقي الاتفاق بين سلطة الطيران المدني وشركة الجزيرة الكويتية لتسيير رحلات بين العراق والكويت. وهذه خطوة تعتبر عملاقة وجبارة في طريق حل جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت. طبعا هلا بنعرف السياسة قد ايه مهمة، هون السياسة نفعت يعني هالتطورات يلي صارت على الصعيد الكويتي والعراقي كمان فادت. فألف مبروك لكل الأشخاص يلي كانوا يتعذبوا قبل برحلاتهم. وألف مبروك للوحدة العربية لأنه خلصوا مشاكل الحروب، خلاص الوقت يرجعوا الرحلات. شفت هلا أخبارنا ما فيها سياسة، هذه شغلة قصدناها كمان. حلو أخبارنا. تفضل. ننتقل من خبر السياحة والسفر إلى في التكنولوجيا الرقمية. جوجل الشركة الكبرى تكشف نقاب عن مشروع نظارات يستند إلى الواقع المعزز، مؤكدة الإشاعات التي سارت بشأن سعي شركة الإنترنت العملاقة إلى تطوير هذه التقنية التي تمزج بين العالمين الواقعي والافتراضي. وقد نشرت الشركة الأمريكية العملاقة على موقعها الاجتماعي جوجل بلس شريط فيديو قصير عن مشروعها قيد الدراسة، والذي يحمل عنوان Project Glasses، ويعرض شريط الفيديو النظارات الضيقة المزودة بكاميرتين
عينين صغيرتين على جانبيها تسمحان بالتقاط صورة من العالم الخارجي مثل صورة لافتة حفل موسيقي، تضاف إليها طبقة أو طبقة افتراضية تضاف لها ثلاثية الأبعاد تحتوي على معلومات مأخوذة من الإنترنت كالرابط المؤدي إلى مبيعات تذاكر الحفل المذكور في اللافتة مثلا. وبفضل الميكروفونات المدمجة في النظارات يستطيع المستخدم طلب روابط من الإنترنت صوتيا مثل روابط بشأن كيفية التوجه إلى مكان معين أو نشرة الأحوال الجوية مثلا أو حتى رسائل من الأصدقاء. يشار إلى أن تقنية الواقع المعزز موجودة منذ 15 عاما تقريبا لكنها بقيت حكرا على المختبرات، وهي لن تطرح في الأسواق عما قريب أو سوف تطرح في الأسواق عما قريب. لن تطرح. تعرف ليش؟ لأنه بحس أنه بدأ كتير تجربة، مش أنا ما بدي، هو بكفي التطورات، بس هو لن تطرح لأنه بدأ وقت كتير بتصور، فهي لن تطرح على الأسواق عن جد. طيب شو رأيك نشوف الفيديو؟ نتأكد. يلا tickets for Monsieur Gaino tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new place, not that city. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Late. Music, stop. Hi, what's up? Hey. Hey. You want to see something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. من أخبار العالم إلى موضوع اجتماعي يتعلق براتب المرأة ومدى قبول الرجل أن تكون المرأة مشاركة حقيقية له في المسؤولية. نتابع معا رأي بعض الناس لما شفتهم كاميرا البرنامج والتقاتهم في الشارع، رأيهم في هالقضية، لأنه قضية قد تكون شائكة، لأنه ممكن المرأة صار لازم تتشارك في حياة الاقتصادية للبيت لأنه المصاريف كثيرة، قصات المدارس ترتفع وأشياء كثيرة، فلازم مشاركة، ولكن هل يقبل الرجل ذلك؟ هذا ما سنرى رأي بعض الناس فيه، ولكن سنعود للاستوديو لنتحدث أكثر وبعمق في هذا الموضوع. تفضلوا. هو حسب وضع الشاب. إذا كان الرجل متمكن الراتب ما يأثر عليه. صراحة ده مسؤولية الرجل. هو ليش يشيل هو الواحد وما تشيلي أنت كمان معاه؟ لو يعني تكرمت مساعدة منها وللعيال، ولكن مسؤولية الرجل. زمان كان الرجل كل شيء، هالوقت كله مساهمة، بس قبل كان الرجال هو يقول كل شيء. الحين يعني المصاريف والأسعار والأشياء هاي يمكن تفرض أن الزوج يساعد الزوج. المفروض أنها تساهم، يعني إذا هي اشتغلت واشتغلت يعني قصدي أنه تساهم، طبعاً تساهم بالنص، تساهم بكل راتبها. مهما كسبت حقها له، راتبها له،
ما ناخذ منها شيء الا اذا من نفسه كرم منها مش اكثر. بصراحه لازم الرجال اللي يصرف على البيت، بس اذا كانت الزوجه يعني حابه تساهم ومشكله، بس يعني كشرع لا، الرجل هو الملزم بهاي الامور شرعا، وهاي هي مش مفروض ولا مجبوره. يعني ان الرجال قوامون على النساء، مش معنى قوامون هو اللي ينفق. اذا كانت شغاله يعني شيء ما بيمنع انه تساعد زوجة، يعني طالما هو سمح نية الشغل يبقى المفضل ان هما شراكة حياة، يعني مركب واحدة وهما الاثنين بيبقوا مع بعض اكيد. يعني مصروف البيت لازم يكون حاجة مشتركة بين الزوج والزوجة. والله المفروض الزوج يتكفل، وبعدين هي اذا بتحب منها يعني، فهو واجب الزوج الاول. يعني الفلوس كويسة بتاعتها هي، يعني انما هي المسؤول عن البيت هو الرجل المفروض طبعا. ما في شيء اسمه مفروض، هيدا اتفاق بيناتهم، او هن متفقين انه هيدا الشيء منيح ولازم او لا. يمكن هو يصرف وقادر، ويمكن لا يطلب منها تشارك، هيدا هن بيكونوا متفقين عليه. وهي خرجت للعمل اللي هو مجال الراجل اساسا، يعني انا شايفه ان دايما ست البيت ما ينفعش الراجل مثلا يقعد هو بالاطفال او كلام من، فمادام خرجت للعمل يبقى خلاص يتشاركوا الاثنين مع بعض في البيت. المفروض تشارك، بس مش كاجبار، بس كمشاركة منها، بس لازم تشارك بمزاجها تصرف. لو هي شايفة ان البيت ناقصه حاجة طبعا لازم تشارك فيه، بس ما يكونش يعني اجبار، اذا منها هي يعني انه يجبرها على المساهمة بالمصروف البيت من حقه. اي اجبار يعتبر سرقة، وسرقة استغلال، يعني اي شيء ينأخذ بدون موافقة صاحبه او اجباره عليه لاي سبب كان، انه تكون زوجته، انه هو اخوه كبير، انه هو ابنه ويجبره، يعني دا يسرقه وهذا غلط. هلا انه يجبرها اذا هو بحاجه انه هي تساعده، مش مفروض تفكر انه هيدا اجباري، لانه هي لازم تساعده، بس اذا هو كثير قادر وعم يجبرها، فكره الاجبار ما منها منيحه. ما دام دخل مبدا الاجبار، فاي شيء حتى لو فلوس يبقى هتكبر في كل حاجه بعد كده. راتب الزوجة لمن؟ قضية مثيرة للجدل شغلت بيوتنا في الآونة الأخيرة، فهل للزوج الحق في اقتسام الراتب مع زوجته؟ وهل هذا ثمن تدفعه الزوجة مقابل تغيبها عن المنزل؟ وهل أصبح عامل الزوجة شرطا يطلبه بعض الرجال لإتمام الزواج؟ معنا طبعا للحوار الدكتور سيف درويش. رأفيني سميك سيد درويش؟ تزبط سيد درويش. شوف حسب كلامه هلا. أهلا وسهلا فيك. تفضل. بتعرفي هذا الموضوع قبل ما كنا عم نحكي عن دكتور خوفنا صراحة. صح؟ يعني قلنا إذا رح تحبوني من وراء حديثه ولا ما رح تحبوني. دكتور أول شيء خليني أقول إنه حضرتك ما بنرضى الرياير، خلينا نرضى الحريم أول. يلا أول شيء خليني أقول إنه حضرتك أول ضيف معنا بالبرنامج، وخاصة مع هالإطلالة الجديدة للدي إم ولبرنامجنا كمان. بالبداية ليه برأيك صار هذا شيء مشكلة؟ يعني ليش اليوم نحن عم نطرح هذا الموضوع؟ هذا هي الشيء اللي سألناه على حالنا، أنه هل قد كبرت المشكلة تصرنا نسميها اليوم مشكلة فعلا؟ بداية يعني أنا أتشرف أني أكون أول ضيف يعني في هذه القناة في أطلالتها الجديدة اللي كانت دائما مميزة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر. بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة يعني راتب الزوجة تحول في الآونة الأخيرة إلى مشكلة كبيرة جدا تهدد استقرار الأسرة، خصوصا إذا أضفنا أن دخول المرأة إلى سوق العمل شيء جديد حقيقة على أغلب المجتمعات، خصوصا المجتمعات الخليجية يعني والعربية بشكل عام حتى. فموضوع جديد، بالإضافة إلى أن أدوار المرأة تغيرت، الحياة تغيرت، متطلبات الحياة تغيرت بشكل قياسي يعني خلال 20-30-40 سنة الأخيرة. فهذا أدى إلى أن استقرار المجتمعات يتأثر بشكل كبير جدا. يعني نجد إحنا في الخليج دور الأمهات أو الجدات ما كان في فكرة العمل هذه موجودة يعني، لكن الآن في الجيل الحالي يمكن ما في بيت ما في زوجة أو أخت أو يعني بغض النظر يعني واحدة من العاملات في هذا المجال. احساسي ما بعرف، يمكن سؤال المراه هالمره. لا بس هو الفكره انه قناه الرجل هو اللي عم بيشاهدنا، وما راح نزعله، بس عم نحكي يعني الحقيقه. نعم. انه انا اليوم شخصيا ما بشوف انه في امكانيه انه المراه لا تشارك زوجها بالمصروف البيت. صحيح. قد ما فعلا صارت في يعني غلاء معيشه رهيب، وهم اثنين وان شاء الله يوصل يدفعوا كل اللي عليهم من قصه مزيد. ومن مدارس ومن 100 شغله يعني. فانا عم فكر بالمراه كانه عندي احساس انه هي يعني شوي سوري على الكلمه بس شوي بتذل ورا الرجال لما بتصرف معه شوي. لا. كل شوي وهي ما انا فلوسي وهذا معاشي وانا لو يعني في منا، فبالتالي الرجل كانه يحس على ذكورته انه هو هالمراه هي اللي عم تساعده، هو بحاجه لهالمساعده. صحيح هالحكي؟ اولا لابد ان احنا نبدا بفهم عمل المراه. هل عمل المراه الهدف منه فقط هو الجزء المادي، او انها طلعت خلال العمل لاجل الراتب؟ لا، عمل المرأة هو جزء من واجبها ودورها في بناء المجتمع اللي هي تعيش فيه. فخروج المرأة للعمل يعني بداية له أهداف أعلى من موضوع الراتب فقط.
ثاني شيء لابد أن احنا نركز عليه، الشرع حقيقة أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة. يعني إذا أجينا ورأينا الرجل والمرأة وقارنا ما بينهم، المرأة غير ملزمة أنها تعمل، وغير ملزمة أن حتى لو كانت مليونيرة مش ملزمة أنها تصرف على الأطفال أو على البيت أو على الزوج. من الشرعية، من الشرعية نعم. لكن الزوج ملزم بهذا الشيء، ولكن أيضا هذه من الناحية الشرعية، ولكن أيضا الشرع سمح بأن المرأة تصرف على المنزل. يعني حتى في الآية الكريمة فإن طبنا لكم عنه شيئا فكلوه هنيئا مريئا، يعني أباح هذا الشيء وترك، نقل المسألة من الناحية الشرعية إلى الناحية الحياتية. مع الحالة اللي احنا نعيشها والمتطلبات الحياة ويعني التكاليف العالية اللي قاعدة يعيش بها المجتمعات، أصبحت مشاركة المرأة في تكاليف البيت يمكن أمر لابد منه. هنا يعني القضية اللي طرحتيها بأن أحيانا يتحول الموضوع إلى نوع من أنواع المذلة، أو أنا قاعدة أنا مش ملزمة أني أصرف على البيت، لكن أنا جالسة أصرف على البيت، في مشكلة أكبر. المشكلة مش مشكلة راتب المرأة، راتب المرأة هو العرض، لكن المرض ما هو هذا موضوع آخر. الموضوع أساسا هل هذولا الاثنين متفاهمين مع بعضهم البعض؟ هل من الأساس كان في هدف معين وخطة معينة لما بدأوا أسسوا هذا البيت على أساسه هم قاعدين يمشون ولا لا؟ إذا غابت هذه الخطة من الأول وما كان في رؤية مشتركة على شو إحنا هدفنا من دخل المنزل، هل عندنا هدف إن إحنا مثلا يكون عندنا مدخرات، نربي الأولاد بطريقة معينة، مدارس الأبناء بطريقة معينة؟ إذا كان الموضوع مرسوم من الأساس ومتفاهم عليه الرجل والمرأة بشكل يعني بشكل واعي ومدروس ومفهوم، ساعتها النتيجة ما بيصلوا أبدا إلى فكرة إن أنا دفعت أنت دفعتي، أو أنا دفعت أنت ما دفعتي. لكن إذا من الأساس كان في مشكلة في التفاهم من الأساس، ساعتها النتيجة بتكون أكيد الخلاف. بس بنفس النقطة، ما هي فكرة شراكة بالبيت، يعني مثل أي مؤسسة أي شركة، شركة ممكن يحكوا مع بعض هيدا لا المصروف كان غلط هون، كان في تبذير بذخ هون. بس لما يصير هالموضوع حتى الرجل نفسه ما بيسمح للمرأة أنه تتدخل بهالأمور، بأنه بيصير يحس أنه لأنه أنت عم بتساهمي معي فهلا ما بتسمحين أنه ندفع اللي هو طبيعي بين كل شريك وشريك، لازم يكون هالحوار. يعني في شوي كمان شيء نفسي عند الرجل كما هو عند المرأة. بالفعل أنا يعجبني أن احنا نشبه هذا الموضوع بموضوع الشراكة، لكن في الأساس هي ليست شراكة، هو منزل واحد، هو شيء احنا ننتمي إليه، هو مثل شجرة إذا أنا اليوم ما سقيتها باكر يمكن تموت طبعا. يعني لازم واحد فينا يسقي، أنا لو بنش كل يوم بسقيها ما علي بسقيها. ففي النهاية في بعد عاطفي، في بعد روحاني في هذه الشراكة، لا نبد ان احنا ما نغفله. لكن بالفعل مثل ما تفضلتي ان في جزء مثل ما تقولي عملي، او لابد ان احنا نفهمه بان لابد ان يكون في حوار وتفاهم، واساس هذا الحوار والتفاهم هو مرحله الخطوبه. يا جماعه وين راحت هاي المرحله؟ اذا من الاساس ما قعدنا مع بعض يعني وتفاهمنا وجلسنا مع بعض ورسمنا وبنينا وعرفنا كل واحد شو دوره، ساعتها الحياه بتكون مختلطه. نعم، لكن مثل ما ذكرت انه راتب الزوجه غير ملزمه. نعم. ولكن الان نجد بعض الشباب من شروط الزوجة أن تكون تعمل. نعم. أصبح يعني في النقيض، يعني في الآن بعض الشباب من شروط الزوجة التي سوف يرتبط بها أنها تكون تعمل. نعم. تفسيرك الموضوع. هذا شيء مش غلط. هذا شيء مش غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. بهالشغلة أنا ما أحد نقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب شو السبب في نظرك؟ يعني هل هو أساس مثل ما ذكرت متطلبات الحياة هي اللي تجعل الشاب إن من شروط الأساسية إن المرأة تكون عاملة؟ نعم. ولا في أسباب ثانية؟ كل من الزوج والزوجة لديهم متطلبات من هذا الزواج. الزواج مثل ما تفضلت الأخت هو عبارة عن شركة إحنا نؤسسها مع بعضنا البعض. في واحد عنده رأي أنا ما بحرمتي تشتغل، أباها تهتم فيني في المنزل وتهتم في بالأولاد. نعم. وتهتم بالبيت. في واحد آخر لا، يرى أن عنده أهداف معينة، يمكن راتبه ما يكفي أنه يبني هذه الأحلام، لذلك تجد أنه يشترط ويقول أنا لا، أنا أبغى حرمتي تكون عاملة. هنا ما هذه الأمور، يعني مخطط المنزل أو الهدف الأسمى للمنزل لابد أن يكون فيه اتفاق فيه ما بين الزوج والزوجة. وإذا من الأساس يعني الزواج في الإسلام هو زواج مدني، يحق للرجل أن يشترط ما شاء ويحق للمرأة أن تشترط ما شاءت. أي شيء يريدون أن يشترطونه فليشترطوا، يعني بتشترط أن حرمتك تعمل أنا يعني أنا زبطت معي من هذه النقطة. طيب هون دكتور، يعني هل أصبح شرط فعلا بكل معنى الكلمة أنه في ناس بيتشارطوا أو في ناس بيتفقوا مثل ما بيقولوا قبل؟ وبرأيك هون بس على سبيل المثال بتختلف الآراء؟ يعني أنا يمكن عندي وجهة نظر، جعفر عنده وجهة نظر، كامرأة وكمدام مجوزة كمان عندها وجهة نظر، فرح يعني برأيك بتختلف ولا لا؟ يفترض تكون شغلة عامة ونحن نطبق هالعامية؟ لا، هو بالتأكيد عبارة عن
مؤسسة أنت تبدأها من الأساس، تخطط لها خطوة بخطوة، ومش بالضرورة أني أنا مثلاً خلني أقول كنت من الأول أبا زوجتي تشتغل، يمكن في المستقبل طرفت ظروف وطرأت أشياء. هنا التفاهم، التفاهم هو الأساس. أي بيت كان في حوار ما بين الرجل والمرأة وقدروا أنهم يتكلموا ويتحدثوا مع بعضهم البعض، تأكد أن كل المشاكل هاي ممكن حلها بشكل بسيط. لكن تخيل نجد يعني بعض النساء، يعني الواقع اللي احنا نعيشه، شهر تاخذ راتبها تشتري فيه شنطه، الشهر الثاني تشتري عبا، والرجل شهر راح اشترى ساعه، الشهر اللي عقبه راح فصل كنادير. طيب منو اللي بيصرف على المنزل؟ ما تعرف. هنا ضياع الرؤيه والفكر وضياع الحوار ما بين كل من الزوجين. لكن الزوجة. اذا كان في اذا كان هذا الحوار موجود، تاكد انه يعني بيبداوا يخططوا للحياه بشكل افضل، وهذا بيعود على النفع على الاسره في المستقبل البعيد. يعني في الوقت الحاضر كم عدد الأسر اللي عندها مخطط للمستقبل؟ كم عدد الأسر اللي عندهم رؤية مستقبلية؟ أبنائنا وأي جامعة بيدرسون فيها؟ التقاعد شو بنسوي في خطتنا التقاعدية؟ هنا غياب الاستراتيجية هو الذي يؤدي إلى هذه الشاكلة من المشاكل. نحن تفهمنا احنا والدكتور مش على صراحه كنا وجهه نظر. طبعا انا كنت شردت شوي، عم فكر بالناس النساء اللي تعمل وازواجها ياخذوا معاشها مثل ما هو وهي ما تاخذ منه ولا مليم ولا قرش، يعني مش من حقها حتى، خاصه في الاوساط الفقيره، يعني بتكون مثلا خادمه ببيتها وهيك مثل ما هو المعاش بياخذ ويتصرف فيه هو يكون مرتاح. ايضا هيك فكرت فيهم ايضا. في بالعكس، في بالعكس في الاتم مشين الراتب او الشهر ما دام تاخذ لا حتى تدير المصروف، لانه هي فعلا يقال أن المرأة تدير أحسن مصروف البيت. هذا مش انحياز للمرأة على فكرة وتحيز، ولكن نعم يقال الانحياز الشديد. في رجال بياخذوا معاشهم، بياخذوا بس حاجاتهم يعني دخان أو شيء، ويعطوا المعاش للمرأة حتى هي تحسن التصرف، لأن عارفة أكثر بمشروع بيتها شو بده شو والله عم دكتور. طب انصفني، قد تكون المرأة هي اللي مثل ما تقولي يعني عندها قدرة على إدارة المنزل، وقد يكون الرجل هو الذي لديه القدرة على إدارة المنزل. هنا إذا كان الزوجين متفاهمين بيشوف إذا أنا إنسان صريف مثلا وزوجتي واحدة مثلا رأيت أنها تخطط بشكل أفضل، من الواجب علي أن أعطيها هذا الحق. وإذا كان العكس فالعكس بالعكس، عشان تيجي كلها دكتور لا بس خشة من حق العيال. طيب لكن لو من ناحية، لكن بنختم بسؤال، يعني نصيحتك دكتور لكل من مقدم على الزواج، لابد من تخطيط. ما هي النصائح الرئيسية اللي انت ممكن تعطيها لكل شخص مقدم على الزواج، وشو البنود الأساسية اللي ممكن الشاب الرجل، نحن موجهين يعني موضوعنا للرجل، كيف يقدر يرتبط بالإنسان هذه، وشو الشروط المفروض يحطها في بداية العلاقة الزوجية؟ بدك تطلع في هيدا انا حسيت انك انت زين حقوني. شوف، اولا لابد ان يبدا اختيار الزوجة اولا بأساس واضح، مو بأهلي شو يبون، أبوي ما الذي النسب اللي يريده، أمي شو الجمال والشكل التي تريده، أنا ماذا أريد. إذا عرف الشاب ماذا يريد أولا من كل النواحي، من النواحي الشكلية، من النواحي العلمية، من النواحي الثقافية، هذا هو أساس الاختيار. رقم اثنين، أن يكون عنده رؤية واضحة للمستقبل. أنا هدفي من تخطيط هذه الأسرة أن مثلا يكون عندي أبناء مثلا يعملوا يدرسون في الجامعات، مثلا أن يكون عندي أبعاد مادية معينة، أني أبني بيت، أني أسس، تكون هذه الأمور واضحة. إذا كان الإنسان عنده اشتراطات مسبقة لابد أن يكون واضح في الاشتراطات. مشكلة الشباب أحيانا يقول لك ما علي بأخذها هي بعد ما تشتغل بعدين بقنعها أنها تشتغل، أو مثلا بأخذها هي موظفة بعدين بيلسها في البيت. لا، هذه الأمور ما تمشي. بعدين فكرة أنا بغير زوجتي وأنا بغير زوجي، هذا خطأ كبير جدا جدا. الرجل لابد أن يتقبل المرأة مثل ما هي، والمرأة لابد أن تتقبل زوجها مثل ما هو. في مجال للتغيير 5%، مش أكثر من 5%. 95% خذه مثل ما هو، الباكج تيك ات اور ليف ات. انا بحس هاي النصائح مش فقط لموضوع اليوم، اي الراتب والمشاركه في المصروف، ولكن في كل مواضيع الحياه. صحيح. الحب، حبوا بعض، اتفقوا، لانه هاي هي فكره من زواج، والا مؤسسه زواج يعني بلا عازه لو ما فيها الاتفاق والتفاهم. بس بحس كمان انه لما يكون مرتب المراه اعلى من الرجل هون المشكل، كانه بيصير فيه شويه اذا الرجل كان عنده من داخله نقص من ناحية معينة، ستجد أن هذه الأمور تفرق. إذا كان راتبه أعلى، إذا كان البوزيشن في الوظيفة أعلى، إذا كان الناحية العلمية عندها أعلى، إذا كان هو لديه نقص في رجولته من الداخل، إحساسه بذاته كان في مشكلة، ستجد أن هذه الأمور بتنعكس عليه. لكن إذا كان هو واثق من نفسه، ستجد أن هذا الشيء مصدر فخر له.
دكتور شخصيا حضرتك يعني دكتور وخبير بهالامور، انت بتقبلها انت شخصيا قبل ما نحكي عن العالم؟ نعم اقبل. شو انه تكون زوجتك بالعكس ادعمها ادعمها انها توصل الى هذا الشيء. نحن تكون واقعيين، انا ماني مع هالشغله. نحن مجتمعات ذكوريه. نعم. يعني صحيح. اليوم صحيح. اذا كانت واحد صديقته قبل ما توصل لتصير زوجته اعلى منه، ما بدنا نخبي على حالنا، عندنا هيك نقز بنخاف، يمكن نحن كشباب بنقول هيدي بعدين يمكن تصير اعلى مني. نعم. يعني وموجوده وبيوافقون الراي ولا صحيح. لا صحيح صحيح. شو رايك انت شخصيا؟ لا والله انا ارى ان الزوج لابد انه يفخر بهذه الزوجه، لان شوف انا ارى ان اذا كانت هي متميزه في مكان انت متميز في مكان اخر. أوك. قد يكون انت عندك مثلا ميول رياضيه، ميول حياتيه، ميول اجتماعيه، انت ابرز فيها منها هنا. اما اذا ما كان في شيء مشكله مثل ما يقولون يعني وراء كل رجل عظيم امراه، ايضا وراء كل امراه عظيمه رجل. صحيح. يعني الموضوع صحيح. الموضوع فظيع وعن جد الحكي حلو. اطربتنا سيد درويش فعلا، اطربتنا في هالموضوع. إذا نشكر دكتور سيف درويش أخصائي استشاري أسري، نورتنا الليلة دكتور سيف، وطبعا بيكون أكيد لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. إذا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم لمتابعة فقرات برنامجنا على الموعد. منذ قرابة نصف ساعة مع برنامج على الموعد، هالبرنامج الذي سيرافقكم بإذن الله يوميا من الخميس إلى من السبت إلى الخميس على شاشة دي ام، برنامج جديد إن شاء الله نجرب مواضيع كثيرة نتطرق إليها في هالموعد اليومي، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن كما يقال. لا انطلاقة صاروخية. ما هيك ما شاء الله، شكر روحه تو تعب شكر حاله. اوكي ننتقل الان الى موضوع مهم جدا، الصحة. الصحة طبعا ان شاء الله تكون دائما صحة منيحة، هذا نتمناه لكل المشاهدين. جانب مهم وحبينا نركز على رجل الاعمال، كثير منكم رجال اعمال، كثير منكم ناجحين في اعمالهم وناجحين في حياتهم وفي البزنس وفي المصاري، ولكن الصحه في هذا كله، هل الصحه منيحه؟ هل الصحه منيحه؟ هناك امراض قد تصيب رجال الاعمال اكثر من غيرهم من الناس، يعني من الرجال، نتيجه طبعا سلوكيات ترتبط بنظام حياتهم اليومي، بالسفر، طريقه التغذيه، يمكن الاكل متاخر، شو بعرفني، الدسم، مواعيد السيجار، يعني رجل الأعمال عنده طقوس معينة وعنده حياة معينة. فحبينا اليوم نعرفوا على هالجانب من المشاكل الصحية ونشوفوا ما يمكنه فعله، ما يمكننا فعله حتى نتجنب هالأمراض. ومهم تصحيح الموضوع، أكيد إذا بيحضرك ما عنده أي أمراض، لو كان رجل أعمال لو شو ما كان، إذا بيتابع أكيد عنده. لا صحيح فعلا، يقال أنه الوقاية هي خير، كنت خير من قنطار علاج. بعتقد أن طريقة حياة رجال الأعمال بترتبط بحياة الرفاهية على طرف أو بطرف آخر، في ضريبة لهيدي الرفاهية الغير مدروسة أوقات، وهون بنوصل لأنه تأدينا لكثير من الأمراض، لسيما بنسمعها دائما الإصابة بالجلطة. بكل الأحوال للإجابة عن هالأسئلة وكثير من الأسئلة المقلقة فعلا، لأنه صار في قلق بهذا الموضوع، معنا اليوم بقلب الاستوديو الطبيب والدكتور موريس كاليس المتخصص بالجراحة العامة. دكتور صباح الخير. اهلا وسهلا. بالبدايه بنسمع بينام متاخر بيصحى متاخر، صباح الخير يعني. بس بس يعني مساء الخير. بس دكتور بنسمع كثير الناس بيقولوا انه انا تعبت من السفر، يعني وخاصة أكيد إذا كانوا رجال أعمال أو إذا كانوا من الأشخاص يلي بيسافروا كتير. أنا هون سؤال إنه شو العلاقة الموجودة بين السفر لرجال الأعمال وبين هالأمراض؟ يعني ليش واحد بيزهق أو بيتعب نفسيا وجسديا من السفر؟ في شغلتين مهمين بالنسبة للسفر الحقيقة. أول شيء مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء في السفر لمدة طويلة والوضعية اللي بياخدها المسافر يعني لمدة طويلة بتؤدي لالتهاب وريد خسري بسموه او DVT، يعني التهاب بالشرايين تبعت الاجر. في شغله مهمه ثانيه في كثير ناس بيهملوها، هي موضوع السفر على منطقه معينه. يعني مثلا في لقاحات لازم ياخذها اذا واحد مسافر على افريقيا او مسافر على دول اسيا او على اوروبا، بتختلف هاي المواضيع. الامراض مرتبطه بالسفر للمنطقه، يعني مثلا في مناطق فيها امراض مثل الملاريا مثل باسيا، فبيقدر ياخذ لقاحات قبل ما يروح على هالمناطق. اذا مسافر على اوروبا بيقدر ياخذ فاكسينيشن مشان الانفلونزا، كل سنه في انفلونزا جديده، وهيدول اللقاحات على فكره متوفرين بالطب الوقائي بالبريفنتيف ميديسن بابو ظبي. بيقدر اي واحد بده يسافر بيروح لعندهم بيقول لهم انا بدي اسافر على منطقه معينه، بيعطوه هدول اللقاحات.
طبعا سوري عندك نقطه ثانيه بعرف، بس هاللقاحات بتهم كل الناس، يمكن احنا عم نركز هنا على رجل الاعمال، هل السفر المتكرر، هل يعني ممكن ما يلحق يرجع ياخذ لانه متعب السفر، ولا انا غلطانه؟ يمكن طبعا السفر بحد ذاته متعب، بعدين في مثل ما قلنا الريسك حسب الوضعيه اللي بياخذها، مثلا اذا بده يسافر 8 ساعات رجال الاعمال بيسافروا لمسافات طويله وبيقضوا وقت طويل قاعدين كل الوقت يعني بالطياره، هالبوزيشن هذا اللي بياخده بخفف الدوران الدموي عنده بالجسم وبيؤدي مثل ما قلنا للدي في تي. في امراض اخرى لرجال الاعمال مثل مثلا الستريس بحد ذاته بيرفع الضغط، ستريس هاي لحاله يعني تفكير الدنيا بقلب الطياره يعني مزبوط. في عندهم عادات مثل الاكل مثلا دائما بيندعوا لعشاء عمل لغداء عمل، هالغداء او هالعشاء بيكون في اوبن بوفيه، بيكون في يعني اكل دسم كثير. في بعض العادات عند رجال الاعمال مثل مثلا تدخين السيجار او البايب، يعني انه هذا يعني مثل ستايل لايف ستايل انه لازم هو يدخن سيجار او لازم يدخن بايب، هذا بيزيد عنده الريسك فاكتور. ضغط الشغل بيؤدي لامراض مثل بالمعده، يعني معظم رجال الاعمال تلاقي عندهم مشاكل بالمعده والجهاز الهضمي وتلبك حرقه في دائما نعم. طب هون يا دكتور قد ايه بتاثر الامور النفسيه؟ يعني عم نحكي عن ستريس، عم نحكي عن فكره انه هو مسافر هالوقت الطويل بقلب الطياره وهو قاعد، يعني اذا واحد بفكر فيها منطقيا انا قاعد هلا هون، انا قاعد على الكرسي، قاعد ببيتي، قاعد بالطياره، الامور النفسيه قد ايه يعني بتاثر فعلا وبتكون يمكن هيك نقطه سلبيه اضافيه على الامراض الجسديه؟ اكيد لا شك في انه يعني المشاكل النفسيه كثير بتاثر، هي تعتبر من عوامل الخطوره. يعني هلا مثلا اللي بينصابوا بالجلطه في عندهم في عندك عوامل خطوره، احدا ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، التدخين، الستريس، يعني كله متوفر عند رجل الاعمال، كله متوفر عند رجل الاعمال. لا عن جد خلينا يعني شو الحلول، خلينا نعطيهم شويه هيك ارشادات. اول شيء بالنسبه للوقايه، يعني بالنسبه لموضوع التغذيه مفروض يكون عنده مثلا هاي فايبر دايت، يعني تغذيه غنيه بالالياف، يخفف من الدسم من المقالي وقت بيندعي مثلا لعشاء عمل او غدا عمل، ما كثير ياكل اكل الدسم او المدهن، ياكل الاكل اللي فيه خضار وفواكه وهيك، ويتناولوا كثير من المي، لانه حتى كمان السفر لمده طويله بيعرض لامراض يعني نتيجه الجلوس مثل البواسير، يعني كمان عند رجال الاعمال اكثر من غيرهم. واذا بياكلوا مثلا لحوم كثير بصير عندهم ارتفاع باليوريك اسيد بالاملاح بسموها بالدم. في امراض يقال لها امراض الاغنياء، انه هي فيها من ايه الاملاح، اليوريك اسيد بيرتفع عند الناس اللي بياكلوا بروتين كثير. اوكي بيسبب لهم اذيه بالمفاصل وهي بالجوت بالضفر، الجوت هي الجوت صح؟ إيه اسمه بالعربي النقرص عافينا وعافيكم الله. سوري اول حلقه بس والله هذا الموضوع بدنا هون دكتور، يعني نحن صحيح برنامجنا موجه للرجال بشكل اساسي وبشكل مباشر، ولكن يعني هون عم نحكي عن هالامراض، موجود شيء عند النساء ولا في بس الرجال عندهم اياها؟ لا اكيد موجوده، يعني طالما يعني في بهالحجم يلي عم نحكي عنه، لا مش مش يعني لانه نحن سيدات الاعمال اقل عددا من رجال صحيح. الاعمال يعني اذا بدك تاخذ برسنتج يعني كل 10 رجال اعمال لحتى تلاقي 2 نساء اعمال، يعني انبسط فيك قبل الدكتور يلي يعني موجود. انا لفت انتباهي مره كنت عم بحضر على التلفزيون رجل اعمال الناجح بعتبره اللي بتصور برشا اعتبروه ناجح، الشيخ صالح عبد الله كامل، يعني من ارجح رجال الاعمال، فكان السؤال الاخير للمذيع هو هل هناك من شيء تندم عليه؟ انا فكرت انه طبعا الاذكياء لا يندمون عاده لانه لا فائده من الندم، فهو كان الشيء الوحيد ممكن تفكر صفقه، تفكر اختيار مشروع او عائله او مشروع مثلا، فطلع انه هو من ما مارس الرياضه من وقت بعيد، فتخيل قد ايه الرياضه مهمه يمكن تحديدا لهال. نعم دكتور، تختلف الاعمار، نسبه الاعمار بتختلف، يعني اليوم اذا قلنا بالثلاثينات، خلينا نحكي عن الثلاثينات يلي انا اذا ماني غلطان هو باول طلعت رجال الاعمال ليصير شخص فعلا مستلم منصب يقال عنه رجل اعمال، لان وصل لقريب تقريبا لل 60 70 بهالاعمار، شو الفرق بين اثنين؟ اكيد بيختلف نسبه الاصابه بالامراض نتيجه العمر، يعني مثلا اللي عمره 60 سنه بيكون عنده ضغط اكثر من اللي عمره 30 سنه، يفضل يعني ما يسافر كثير، يعني يفضل ما يسافر كثير، بيكون عنده مثلا سكري، بيكون عنده امراض تنفسيه اكثر من الشاب. بس الافضل انه الكل ننصحهم يمارسوا رياضه، يعني حتى لو هو كان على متن الطياره، بس طبعا اذا بزنس مان هو بيكون مسافر بزنس كلاس، بيكون معه مسافه طياره خاصه او بس فبكون معه مسافه اكثر ليتحرك فيها،
ليقدر يعمل رياضة، يعمل بعض التمارين، بيسمحوا لهم يمشوا بالطيارة يعني ما... أي طبعاً بس أكيد مش يعمل رياضة. لا صعب رياضة بالطيارة، بس على فكرة يمكن بعض الأمراض مع تقدم السن، ولكن جلطة لا سمح الله هي حتى الأعمار الأصغر هلا عم نشوفها كثير، صرنا عم نشوفها كثير بالأعمار أصغر نتيجة اللايف ستايل مثل ما قلنا، لأنه الناس ما عم تلعب رياضة، ما عم تأكل أكل صحي كثير يعني الفاست فود والهيك كله هيدا، والستريس نرجع على موضوع الستريس هذا شغله كثير كثير بيسبب كثير مشاكل يعني لازم نبعد قد ما فينا من الستريس. كل الشباب يلي اليوم عم يحضرونا، كل الرجال يلي عم يتابعونا كمان، يمكن الظروف يلي نحن عم نعيشها بكل البلدان العربيه فعلا بتخلينا انه نكون هيك شوي بستريس، اذا كان ستريس عائلي، ستريس عمل، كمان الضغوطات يلي بنصادفها بعملنا مع اشخاص بنشتغل معهم او اشخاص كمان ما بنحب يمكن نلتقى فيهم، هيدا كمان سبب اضافي للستريس، ولكن شغله كثير مهمه. شكرا، شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا وعلى حضورك معنا في اول عدد من على الموعد. روني انا دكتور خليني اقول لك شغله، انه اليوم بهذا اللقاء يمكن حكينا عن الكبار او رجال الاعمال، دائما ما تقول رجال اعمال يعني نسبه اعمار معينه، بس فعلا استفدنا من هذا اللقاء واستفدنا انه الشباب يعملوا رياضه ويبعدوا قد ما فيهم ستريس، يعني بيقدروا يعملوا رياضه ما بعرف قد ايه بيقدروا يبعدوا ستريس عنه. عندك شكر كثير كبير للمعلومات اللي اعطيتنا اياها. اهلا وسهلا، شكرا. ان شاء الله بتمنى لكم النجاح و... شكرا. شكرا لك، اكيد رح تكون لك لقاءات ثانيه كمان. شكرا ان شاء الله. ننتقل الان الى عالم شوي غريب عجيب، عالم طريف، انا اشوفه تقرير، هو تقرير صورناه في مصر. في مصر التقينا برجل مهضوم، عجبني شخصيا، حسيت فلسفه خاصه به في الحياه. لا والله والله فعلا، لا لا حتشوفه هو ممكن على فكره، لانه اللي يميز هذا الرجل عن ابناء جيله انه سجل قد يكون رقم قياسي في عدد الزوجات والزيجات والطلاق أيضا. عنده فلسفته الخاصة به في الحياة، هو بعيد عن أنه يكون رجل أعمال، بعيد أيضا عن أنه يمكن يتشارك في مصروف البيت مع زوجته، عنده زوجات بس عنده زوجات ما بيغيرهم، والباقي لازم شوقكم أكثر بلا ما رح أحرقوا. التقرير إذن صورة في مصر، شخصيا عجبني جدا، تفضلوا شاهدوا. الحريم نعمة واللي يكرهها يعمى. الست تكون صوتها هادي، لسانها حلو، نعم وحاضر، والشعب يضحك. أما النكدة يعمل بيها إيه؟ ملهاش حاجة. رياض 24 ساعة. بعد رايح جاي في المعرض كله. وشغال بيدي واسناني، مقادير رياضة، والرياضة لازم الواحد يعمل كده؟ لا، ماسك المقاديف وبشتغل شمال وبشتغل يمين. يا مراكب النسيان عدي في بحر اليوم. سنك كام؟ 60 سنة. الأولاد 49، الأحفاد ما تعدش. عدي في بحر اليوم. أول مرة كانت سنة 67، خدت واحد ست طيبة بنت حلال الله يرحمها ويسامحها، جابت بنته وماتت وولد قاعد معايا. وثاني مرة الست اللي قاعدة دي، ثالث مرة الست أم عماد، رابع مرة الست أم نجلاء، ومعايا الاثنين دول ما بتغيروش، الست دي والست دي معايا ما بغيرهمش. يا وعد على الأيام بتعدي بينا وام، بضحك مع الأيام تنظيم الاسره والدنيا والدين والكلام ده كله، هو حتى لا حد اللي خلاهم مكفل بيهم، وانا مستور الحمد لله، وربيت اولادي كلهم وعلمتهم شهادات عاليه كمان، معايا المحاميه، معايا الحكيمه، معايا صاحب فنادق، معايا مهندسه، معايا علمت اولادي، مش سبتهم كده وخلاص. يا وعد على الايام بتعدي بينا طبعا عارف اسماء اولادي ومش هتعديني ان انا انسى، عارف اسماء احفادي، مفيش ولادي، احفادي عارف اسمائه. 38 سنه خالد، واصغر واحد حماده. تعالى اصغر واحد اهو، والله انا بروح اخطب وبقول له وضعي كذا كذا كذا،
يعني لو على غش ما تنفع عقب عقب ما عقبش في غيره وهي 19 مرة وعشرين وخمسة وعشرين طالما الصحة تمام خلاص. يا مراكب النسيان عدي في بحر اليوم ما كنت يوم ندمان ولا عمري كنت بلوم. لو الزمن رجع بيا لورا مليون مرة عيش نفس عيشة مرة أندم ليه؟ أنا مرتاح نفسيا وماديا والحمد لله هندم ليه؟ الحمد لله واللي جاي على قد الرايح مسطورة يعني لا محتاجين حاجة من حد ولا بنستلف حاجة من حد ربنا سترها من عنده. يا ربنا يا عبدك يا ربنا يا عبدك والملك ده ملكك يا ربنا يا عبدك والملك ده ملكك ارزقني من عندك ولا تحرمني. فظيع فظيع عن جد حبيت كثير هالتقرير يعني ولا الصبوحة من عدد الزوجات والطلقات طبعا كأنه يقول تزوج كثير وطلق كثير وشوف الصحة كيف بتصير أيضا مشان هيك يمكن الشباب تحمسوا هنا في الاستوديو وسرعوا بتمارين رياضية لأنه الرياضة أيضا مهمة إذا بدنا هالقد زوجات أكيد لازم الصحة تكون عال العال. جعفر معك الكوتش علاء اللي راح نشوفه أكثر من مرة إن شاء الله معنا في على الموعد راح ترافقنا في الأيام القادمة أهلا وسهلا. شكرا فرح صدق من قال للناس فيما يعشقون مذاهب والجنون فنون. طبعا رحب بعلاء الأحمد أخصائي العلاج الفيزيائي. أستاذ علاء طبعا نحن هاي الفقرة بتكون فقرة فيها تمرينات عملية على أرض الواقع مخصصة لرجال الأعمال. طبعا أغلبية رجال الأعمال عندهم تعدد في السفرات يسافر كثير فهناك أكيد بعض التمارين اللي ممكن الواحد يستفيد منها ويقدر يمارسها أثناء وجوده في الطيارة أو أثناء شعوره بالتوتر أو ستريس أو الضغط العمل. فهناك بعض التمارين نحن حابين نحن نعرف كيف ممكن الشخص أو رجل الأعمال خصوصا يتخلص من التوتر أثناء السفر عبر الطائرة أو في أي مكان آخر أو السيارة أو قطار مثلا. أكيد السفر لفترات طويلة خصوصا الجلوس بالطائرة أو بالقطار لفترات طويلة نعم. رح يؤدي إلى نوع من أنواع الستريس نعم. اللي بيخلي العضلة تأخذ مكان واحد إما تتقلص مع تتمدد أو تتمدد مع تتقلص. هذا الموضوع أكثر شيء ممكن يلاحظوه بنحكي عنه نحن أمراض السفر. أكثر شيء ممكن يكون ملاحظ بموضوع الأكتاف منطقة الكتف منطقة الأكتاف بسبب غزارة التروية الدموية والعصبية وحساسيتها. أكيد هذا الموضوع ممكن يأثر على التروية الدموية بالنسبة للدماغ عن طريق الرقبة وممكن يؤدي إلى مشاكل بالرقبة أو حتى ممكن يؤدي إلى أنواع صداع. التمارين اللي بنصح فيها بشكل عام كبداية تكون من كانت بالطيارة أو بالقطار تكون حوالي كل 45 دقيقة لساعة يكون في عنا 5 دقائق نوع من التمارين. رح نبدأ بتكون موضوع مشي بالكريدور مشي. في ممر مثلا القطار او ممر الطياره بالضبط. ممكن يمشي كل ساعه ساعتين يحرك ممكن الدور. كل ساعه نعم. ممكن يمشي شوي يعني التمارين اللي ممكن تريح العضلات نعم عضلات الاكتاف راح نبلش فيها لو مثلا أي مثلا لو عفوا. كان قاعد على الكرسي هذا مثلا كرسي الطياره طيب. لو انت بتقعد على كرسي الطياره حاضر. وهو يارس على الكرسي شو التمرين اللي ممكن واحد يمارسه وهو على الكرسي مثلا اكيد يكون نعم. الظهر مستقيم. بشكل مستقيم نعم. والاجرين بشكل مستقيم ايضا بهالشكل هذا هالحركة هاي ممكن أن تنشط شوف الدورة هذا الدموية الحركة. بالضبط هي موضوع تشتغل على الترابيز وعلى عضلات الكتف العلوية بهالشكل هذا فهو ممكن نشط الكتف ممكن الإيد إذا كانت بالأمام مفروضة بهالشكل هذا إيدين مفروضين ممكن فتحهم بهالشكل وإغلاقهم رح يكون تشتغل عضلات الصدر بشكل عام بالإضافة إلى عضلات الظهر والأكتاف أكيد بالإضافة إلى عضلات الأكتاف الدالية واللي هي كتير ضرورية ومهمة هي العضلة الدالية بهالشكل طبعا هي ممكن يمارسها هو يارس وممكن إذا كان في مساحة طبعا أغلبية رجال الأعمال يمكن عندهم
مساحه زايده يعني أكيد درجه طبعا اكيد بيكون رجال الاعمال اللي يكون عندهم بالبزنس كلاس او بال فيرست كلاس. نعم فيرست كلاس فاكيد راح يكون عندهم مساحه كافيه. طب لو فرضنا انه ما في مساحه يقدر يقوم مثلا او يقدر يمارسه هو واقف ويقدر يمارسه هو قاعد؟ اكيد في انواع من التمارين ممكن نعم. تتمارس اثناء الجلوس راح نبلش فيها. اهم الحركات بالنسبه للاكتاف ان عندنا موضوع حركات بالنسبه للاجرين مثل ما تفضل الدكتور موضوع الخسارات او ما تسمى عاده بجلطات بما بعضلات البطات القدمين ممكن مد القدم بهالشكل اصابع الاقدام قدر الامكان تكون ممدوده للامام وابدا ما ملامسه للارض مده 10 ثواني بشكل واحد رجع اصابع الاقدام للامام والكعب يكون ممدود راح نحس حكما بالشد راح يكون من الامام يعني هذه الحركه بتشد العضلات اكيد بتشد عضلات الفخذ بتنشط نعم. الدوره الدمويه نعم. وحتى بتخفف من تواتر العصب اللي بيعصب القدم بشكل عام نعم. بالنسبه للاجر الثاني حكما لازم يكون نفس العدد الثواني نفس عدد الحركات ونفس المده بالنسبه لكلا القدمين جميل يعني كل تمرين هذه كم مره يسوي مثلا مده 10 ثواني التوتال تبع التمارين بشكل عام ممكن ما تاخذ اكثر من 5 دقائق فهي تمارين بسيطه ولكن جدا مفيده تجديد النشاط تخفيف الالام اللي ممكن تكون متركز بالام بالرقبه او الام بالراس او حتى موضوع ما يسمى بالتوعك او الشد العضلي اللي ممكن ناتج عن الجلوس لفتره طويله هذا بالنسبة للأقدام طبعا بشكل عام في ممكن مساجات تكون الإنسان يسويها بشكل خفيف في لليدين تدليك لليد تدليك هو يسمى ما يسمى بالرفلكسولوجي نعم إن شاء الله بحلقات قادمة نتكلم عنه نعم في ملابس معينة ينصح بها أثناء السفر والله الملابس بشكل عام حكما يفضل أثناء السفر خصوصا الفترات الطويلة تكون الملابس مريحة إن كانت ملابس من كان بالنسبة للملابس العلوية أو السفلية أو حتى تكون داخلية تكون مريحة يعني ما نعم. نكون ملتزمين بالجينز أو بالتيشيرت البادي تيشيرتس أو أي نوع من أنواع الثياب طبعا بالإضافة للأحذية في بعض الطائرات تقدم خدمة الجوارب السفرية فهي مريحة كثير وبتعطي راحه اذا انت تنصح دائما الملابس تكون مريحه تكون واسعه ما تكون ضغطه على الجسم حتى بالضبط. يقدر الدوره الدمويه تسير بشكل ممتاز نعم نعم اريح سلس تفضل نعم نشكرك استاذ علاء مدرب او اخصائي العلاج الفيزيائي طبعا انت بتكون ضيفنا على مدار حلقات او كل اسبوع يمكن بيكون عندنا حصه رياضيه انت بتختص في الشرح لها شكرا لك استاذ علاء وان شاء الله لنا لقاءات اخرى باذن الله تعالى اليك فرح مش لإلي رح تكون مع روني انا بدي اشوف انا يعني نعرف قد ايه هون انتوا الاشخاص ضلعين بالرياضه شغله كمان كثير مهمه ما لها علاقه ابدا بالاعمار نعرف قد ايه السيدات بحبوا الرياضه ان كان صباحيه او المسائيه جعفر انت متى بتعمل رياضه انا نوعا ما كل صبح يعني بعد ال مش صراحة مش منتظم يعني أنا أحاول الحين بعد ما أخذت الدروس من كوتش علاء لابد أن الرياضة جدا مهمة حتى تحافظ حتى على شكل ومظهر الجسم مزبوط. فحتى لو كانت تمارين بسيطة لو 10 دقائق في اليوم كافية خليني لك شغلي كمان أصح أكثر أنه مش بس الشكل مهمة بالداخل هي الأهم واليوم بنعرف قد في أشخاص بيتابعوا رياضة أو بالأحرى كمان بيعملوا رياضة اليوم على الأخبار الرياضية فعلا غنية وهيدي الزاوية مطرح ما أنا رح تكون مخصصة لكل يوم ببرنامجنا للفقرات الرياضية رح بلش أول شيء مع نصف النهائيات بدوري أبطال أوروبا هذا الدوري يلي فعلا عم نتابعه كلنا منلاقي المطاعم منلاقي الكافيات منلاقي كل الناس اللي عم بيتجمعوا مع بعض عم بيحضروا هالمباريات وعم بتشجع الأربعة 18 نيسان تشيلسي وبرشلونة بتمام الساعة 11 إلى ربع بتوقيت أبو ظبي وأيضا الثلاثة 24 نيسان هيدي النصف النهائي كمان طبعا برشلونة وتشيلسي نرجع منتقل بيكون قبل بالليلة نهار الثلاثة ب 17 نيسان 2012 بايرن ميونخ عم بيلعب بمواجهة ريال مدريد والأربعة اللي بعده ب 25 نيسان ريال مدريد عم بيواجه بايرن ميونخ أما المباراة النهائية يلي
انا بتوقعها تكون فعلا قنبله بكل معنى الكلمه. رح تكون نهار السبت 19 ايار بين الفائزين اكيد بيناتهم. وطبعا رح نتابع الدوري الانجليزي الممتاز، رح نتابع الدوري الاسباني للدرجه الاولى، رح نتابع الدوري الايطالي اللي عم ياخذ حيز كمان من اهتمام كثير من الناس بالاضافه للدوري الالماني للدرجه الاولى والدوري الفرنسي. ما فينا ننسى دوري غرب اسيا اللي فعلا كتير مهم. رح ننتقل بخبر الثاني لليوم، رح نحكي أكثر عن غوارديولا، هيدا المدرب يلي فعلا أخذ ضجة كتير كبيرة. اليوم عم نحكي عن رد له صار على تصريحات جوزيه مورينو وهو مدرب فريق ريال مدريد. المشكلة يلي صارت بيناتهم كانت بطريقة الحكي، بمعنى أنه اليوم المدرب الفريق برشلونة رد على هيدا التصريحات لأنه قال أنه مدرب فريق ريال مدريد كانت نوعا ما ساخرة، وأكد انه تشيلسي هي بامكانها هزيمه العملاق الكتالوني وقت يلتقوا بدوري ابطال اوروبا، وهيدا المباراه يلي عم نحكي عنها. كان مورينو قبل بمره صخر كمان هيك بطريقه نوعا ما ما كانت كثير لطيفه بضمن بطوله ونهائي البطوله الاوروبيه، اكد وصول برشلونه مؤكدا انه معروف من قبل مين رح يربح. ولكن هون باب المدرب الاول شكروا لمورينو، ولكن هون هيدي فيها لعبه يمكن نوعا ما ثقه بامكانيات الفريق، فيها نوع كمان من التعاطي يلي بيصير، ولكن اكد انه فريق تشيلسي هو فريق قوي وعريق وبامكانه هزيمته بسهوله، خاصه وانه اظهر تميز كثير كبير بالفتره الاخيره. هذا كان الخبر الثاني. الخبر الثالث لكل الاشخاص يلي رايحين على لندن ليتابعوا الاولمبياد، كل البلدان عم بتحضر حالها. بلشنا نسمع اكثر عن الاحصائيات انه كل بلد الباسي الرياضية تبعه رح توصل للمئة شخص. هالمرة رح نحكي عن نوع من المشاكل يلي عم تصير، لأنه اليوم أجرت صحيفة البي بي سي تحقيق فعلا مميز وصل بخلاصته أنه كل الجهات أو بعض الجهات يلي عم تتولى بيع تذاكر دورة لندن للألعاب الأولمبية عم تخرق القواعد المنظمة للبيع. بمعنى تاني الجهات المعنية خصصت حوالي 6.6 مليون تذكرة لسكان بريطانيا فقط. من أدار 2011 لليوم ما بقي غير بطاقة واحدة. المشكلة اللي صايرة هي أنه تمكنت البي بي سي، هي مش المشكلة من البي بي سي تمكنت البي بي سي أنه تكتشف أنه هي اشترت 14 تذكرة من بائعين من خارج هالأشخاص المعنيين، وخاصة القواعد الخاصة يلي راحت كليا. هون خليني أقول شغلة كتير مهمة، أنه بينخاف كتير من السوق السوداء. التذكرة هي بقيمة معينة وهي خاصة بالمقيمين أو شيء داخل الدولة، ولكن من بعدها السوق السوداء بتفتح، والسوق السوداء بتسبب مشاكل كتير كبيرة، وهذه المشاكل أكيد بتنعكس على كتير من الأشخاص. أكيد كنا عم نتابع بأبو ظبي مطرح ما نحن هلأ فعلا الرياضة الميكانيكية الأحلى عند كل كتار من الأشخاص، وهو رالي أبو ظبي الصحراوي. كنا عم نتابع كل التطورات يلي عم بتصير يوم بيوم. خليني أقول شغلة، أنه تمكن السيد الفرنسي جيان لويس تشيلسر بأنه يكون يحقق فوز السادس أول شيء برالي أبو ظبي الصحراوي، مسجلا أعلى رقم لقله من أول ما بلش لهلا، وخاصة بفوزه بالمرحلة الأخيرة بعد 20 ساعة. تخيلوا 20 ساعة أخذت هيدي السباقات في أقصى التضاريس، أصعب المراحل صارت بصحراء المنطقة الغربية. تمكن الفرنسي من الفوز باليوم الأخير وأعرف فعلا على سعادته. خلينا أقول شغلة، أنه اليوم المنظمين كتير كانوا مرتاحين لكل التنظيم يلي صار بهيدا الرالي. خلينا نقول أنه شكر كتير كبير لكل الأشخاص يلي اشتغلوا، وتحية لهم ويعطيهم ألف عافية، لأنه فعلا كان هيدا الرالي من الأبرز وشارك فيه كتير من المتسابقين، طبعا الإماراتيين والعرب. شو خلينا نفوت ببريك ونرجع لفقراتنا مع فرح. منشوف بريك. بعدنا على الموعد عزيزي الرجل، أهلا وسهلا فيك. نتابع إذن فقرتنا الآن، هي فقرة في كل مرة إن شاء الله نتعرفوا من خلالها على برنامج جديد تشاهدونه على شاشة الدي ام تي في. إذن اليوم اخترنا أن يكونوا معنا فريق برنامج راب أب. جاونا للاستوديو أحمد أحلام وصبحي، أهلا وسهلا مساء النور. رح بلش مع مين؟ صبحي. أوكي. صبحي خبرني شوي على راب أب للي عم بيشوفنا لأول مرة، والكل عم بيشوفنا لأول مرة طبعا،
شو هالبرنامج؟ راب اب هو عبارة عن برنامج مدته ساعة. فكرته بعتقد انه فكرة كتير غريبة او جديدة بالعالم العربي، وهي بتعتمد على انه نحن نجمع خلال ساعة من الوقت الاشخاص، كل الناس وكل الرجال، بتعرفي عادة ما بيقدروا، بيكون عندهم شغل ما فيهم يشوفوا نشرات الاخبار او اهم اخبار اللي صارت خلال اليوم. نحن بنجمع لهم اياها عبارة بساعة من الوقت، بنعرض فيها كل شيء صار، اخبار سياسية، اجتماعية، اقتصادية، تكنولوجي، فن، كل هاي الأخبار بساعة واحدة، عبر شو نعرض على القنوات، كل القنوات شو قالت عن هذا الخبر. حلو. وكيف سيتم يعني التناوب على البرنامج؟ كيف حيتم أحلام؟ حيكون مرة أنا وزميلي صبحي، مرة أنا وزميلي أحمد، ومرة زميلي صبحي وأحمد بيكون مع بعض. وبرنامجنا مش بس بيختص في أكثر، في أكثر من فقرة، يعني في يعني مثلا فقرات فنية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية وفن، فبيتناولها وبيتناولها الخبر، بيكون يعني يعني في ابديتس كثير بيكون للخبر يعني يوميا. احمد كان بدك تقول شيء. انا هذا اللي بدي احكيه، انه هو البرنامج كثير فيه ريسيرش، ولازم نحكي كل شيء ابديت صار اليوم. فاحنا وكمان في زميلنا عنا البروديوسر راني، بنوجه له تحيه. الزميل كل واحد بيشتغل شيء، انت شو بتعمل مثلا؟ انا السوشيال ميديا. ليش؟ ليش هل تتم يعني كل واحد شخصيته وثقافته وميولاته يمكن هو هيك تقريبا يعني مثلا عندك صبحي واحلام اكثر شيء بالفن. انا بالسوشيال ميديا داخل، زميلنا راني سياسي واقتصاد، يعني لان الشيء اللي بيفهم فيه الواحد بيعرف من وين المصدر يجيبه. صحيح. حتى صح. تكون في مصداقيه بالموضوع. طبيعي. طبيعي. فانا كوني دائما على السوشيال ميديا، فبتلاقيني دائما ملاحق اوباما، الشيخ محمد، ليدي غاغا، نانسي عجرم، شو عملوا تويتس او هاي الاشياء غير اخبارهم الفنيه اللي هن. يعني عندك نانسي عجرم مثلا اليوم، ما بدي اقول لك اليوم صار شيء لا هو ما بيصير شيء. يعني مثلا عندك ليدي غاغا مثلا اليوم حطت تويت على الفيسبوك تويتر انه خلصت من تجهيزات حفلتها، فخلال ساعة واحدة بس اجا حوالي شيء 3000 كومنتس بالاضافة للشير واللايكس، فهذا دائما ابديت، فبنضلنا احنا لحقنا نشوف قد ايه العدد بده يوصل. فهو هذا الحلو ببرنامجنا. طب ونانسي عجرم شو خبرها اليوم؟ في شيء عم ننسي؟ لا ما في خبر. لا بدي شيء سكوب لنا. بدنا الناس اليوم تتابع البروجرام. طب شيء صغير لنا انه عم نعملكم دعايه للبروجرام ولا؟ ما هلا بعد ساعه حنقول لهم اول خبر، انها بس عم بتخبرنا عن قصه حياتها بطريقه سريعه. حلو كثير. طب صبحي في طريقه جديده بتقديم البرنامج طرقتوه يعني اخذتوها لل بالفعل؟ سؤال كثير مهم فرح. الجديد كمان بالبرنامج انه نحن ثلاثه شباب رح نقدم، ما نقول نشره اخبار، هي ثلاثه شباب قال ولا انا ثلاثه شباب، بما معناتها نحن يعني صغار يعني مش بالعمر يعني هي لك شلق لي على اساس هلا فهمت. لا شباب لا ما هي بس الواحد يستوعب يفهم. لا أيوة لو انت فرح يعني على عيننا وراسنا اكيد. بس نحن الشكل العام تبع البروجرام رح يكون مش ستريك، مش تقليدي مثل نشره الاخبار التقليديه. رح نكون نحن على طبيعتنا، رح ناخذ الخبر ممكن نعلق عليه، نحكي، نمزح، رح يكون لايت نيوز، مش النيوز اللي احنا متعودين عليها، كثير فلكسبل. وبنفس الوقت كمان ما رح نحرم المشاهد من انه يشوف شو صار على القنوات الثانيه. يعني نحن بهي الطريقه مثل زابينج يعني ايه مثل زابينج يعني كنا عم نحكي انا واحمد امبارح، نحن بهالطريقه كمان القنوات الثانيه عم نحط لكم اياها بشاشه واحده شو طالعت. في ناس بتحب تقلب على الجزيره العربيه على اكثر من قناه او على اكثر موقع الكتروني، بس احيانا ما بيكون عندها وقت تتابع كل هدول. صعب. نحن عم نجمع لهم اياهم بهذا المكان. ونحن لازم نكون خفاف، يعني 11 ونص بالليل لما بنطلع بعتقد انه نحن لازم نكون كثير خفاف على المشاهدين، يعني مثل واحد بتعشى لازم يتعشى خفيف. صح. فلازم نحن نكون خفيفين على المشاهدين، وان شاء الله نقدر نكون خفيفين يعني على المشاهدين. احنا عم نعطي المشاهد اهم جزء في الخبر وبطريقه سريعه، لانه حتى ما نخلي المشاهد يمل منا او يمل من الماده اللي عم بنقدمها. اوكي احمد. هذا بالاضافه انه الاخبار اللي عم ناخذها من وجهه نظر كل واحد، يعني اذا في شيء اجتماعي مثل اليوم اليتيم العالمي مثلا، قبل الجزيره القناه الان خصصت حلقه كامله عن الموضوع، حكت عن الموضوع بوجهه نظر نسائيه. الجزيره لا حكت عن معرض بطوكيو خصص معرض صور لليتيم. فاحنا كمان هذا اللي احنا بدنا نفرجيه، انه مش الخبر كيف كل القنوات اخذته بنفس المعنى، لا احنا بنلحق
التحليل او صح. كل واحد كيف اخذه بوجهه نظر عن القنوات تختلف اراء او سياستها عن بس عن ولكن كل قناة حابب الفت نظر نحن ما بنعطي اي راي نحن بشكل بتجرد وموضوعيه نحن بنقول شو صار حتى نحط المشاهدين راي المشاهدين طيب راح اسال سؤال يمكن ما خصه كثير بالبرنامج بس هي فكره عن الرجل والمراه كنا عم نحكي واحنا عم نعد للبرنامج بانه هي اول قناه عربيه تتوجه يعني اكسكلوزيف للرجل فحبينا نجرب ونفكر كيف يفكر الرجل الرجل ما بيسمع مثل حدا تاني مثل المرأة يمكن المرأة عندها وقت بتسمع عندها يعني قبول الأخبار يعني الرجل لا سريع بده شيء سريع فحكينا بالأعداد أنه مثلا لما بتاخد جريدة ممكن أحلام أحمد أو أحلام صبحي ما بينتبهوا لنفس الخبر أنتوا بإعداد حلقاتكم مخلين أنه مثلا أحلام تختار شغلات غير يعني الاهتمام الأساسي بس كأنثى كمرأة تختار هي الأشياء اللي تلفتها كامرأة وهل انتبهتوا لها شيء أنه كل واحد يعني عنده أشياء تلفته من الأخبار لو نفس الجريدة تمسكوها مش نفس الأخبار حتطلعوها من هالجريدة مش نفس الأخبار ومش نفس صياغة الخبر من عيده يعني دائما أحلام لما كانت تعد البرنامج تفوت ديتيلز اكثر لان كونها هي امراه بتشوف بتعرف انه المراه بتحب ديتيلز اكثر فبنرجع بنقول لها لا احلام لازم تكون اسرع شوي لان الرجل ما بحب يعني انه في فيديو مثلا على اليوتيوب اخذ اكثر اليوم مثلا نسبه مشاهده ما بنحكي شو الفيديو يعني بنحكي انه اليوم في فيديو مثلا شغله صارت بالفوتبول مثل رونالدو مؤخرا الشيء اللي صار ما بنحكي ديتيلز شو صار يعني ما بنخلي الرجل يزهق لأن هو ما بحب يسمع بحب يشوف فخليه يشوف فاحنا انه مثلا اليوم رونالدو صار في مشكله اليوم بالملعب خلينا نشوف الفيديو شو صار لان احنا كمان برنامجنا احنا ما بنقول احنا بنقول قالوا ما قالوا مش احنا قلنا وهي هذا يمكن لتخلصوا من كل ريسك انه الخبر ما يكون مزبوط ولا لا لان في صعوبه ايضا في انه مثلا انت اللي فهمتوا انه مش فقط الوسائل الكلاسيكيه للاخبار فما الوسائل الجديده اللي مش ممكن ما ننتبه لها مثل الفيسبوك وهيك الفيسبوك كثير يعني اخبار مغلوطه من كم يوم الممثل القدير خالد تاجا يمكن بسوريا قيل أنه توفي وطلع أنه كذبت العائلة الخبر هي طبعا مثال من أمثلة كثيرة بعدين رجع توفى الله يرحمه طبعا ونتقدم لعائلته بالتعازي هيك أمور كيف تقدروا تنتبهوا أنه هاي الخبر لا مش مزبوط ما رح ناخذه ولا بتاخذه عم نرجع للوكالات وللوسائل الإعلامية مثل التلفزيون عم نرجع مثلا وكالة إيلاف بحكي عن لقلك شيء فرح دايما بهيك موضوع فيسبوك ولا بلوكس ولا هدول الأشياء أنت ما فيك تحكمي إذا كان الخبر أنت مثلك مثل المشاهد بالأخير إنه نحن عم ننقل معلومات ما ورد عن هالمصدر لا معلومات يعني اليوم أنت لما أنا بدأ أقول إنه لحقوا اليوم على خبر لليدي غاغا كذا ألف أوكي أنا أخذ كذا ألف لساعة إعداد البرنامج أوكي. مزبوط أوكي. أنا ما عم بقدم معلومة عم بتبناها بلس إنه نحن لما بتاخدي خبر أكيد في ريسيرش من أكثر من مصدر في وكالات موثوقة وكالات اللي بتاخد منها القنوات العالمية ووسائل الإعلام بشكل عام فأكيد نحن حريصين إنه الخبر اللي كتير شاكين بصحته مش رح ننزله بنشرتنا وعم تنتبهوا للفرق بين مكان ومكان من وين جيبوا الخبر إنه نفس الخبر ممكن ياخد غير يعني أكيد تركيز لا. على شيء تاني يمكن لا اكيد المواقع اللي مفوت عليها كلها مواقع يعني وكالات انباء مثل ما قلت احلام مصداقيه هاي ما مفوت على منتديات او شيء لان دائما المنتديات بتالف اخبار وبتحكي اشياء مش مزبوطه دائما احنا مفوت على مواقع معروفه ولها نسبه مشاهده حلو كثير طيب خلينا نذكر بالموعد اللي عم يشاهدنا ويتحمس كثير وصراحه انا تحمست بدي احضر في حلقه الليله صح اي ساعه 11:30 ومين راح يقدمها انا وصبحي انت احمد اليوم اجازه اليوم اجازه, أجازة اليوم ضيف اليوم انا واحلام بكره انا واحمد وبعدين احمد واحلام طب بعتي لنا شيء خبر هيك لانه خبر صغير ولا شيء صغير ما بدنا تحرق لنا النشره اوكي في عندنا اخبار كثيره اوكي انا بدي اوعد المشاهدين كلهم انه اليوم رح نكون بحلقه كثير حلوه ببرنامج كثير جديد من نوعه وفي مجموعه كثير كبيره من الاخبار رح تشوفوها معنا بحلقه اليوم اوكي بتصور قال كل شيء تشجعت وتحمست رح تحضر حلقه راب اب على شاشه دي ام تي في اشكر احمد احلام وصبحي موفقين وفعلا رح نحضر الحلقات وهيك كل شيء ضاع علينا من اخبار نرجع نشوفه بالليل على رواق تحضرينا هلا بعد ساعه والله رح احضر ايه مع ميزه مع شيء هيك اكل الاكل خفيف يعني اوكي فاكل خفيف لان الاخبار خفيفه ستارتر وانت الكلي اوكي اوكي كثير منيح بشكركم على حضوركم معنا وان شاء الله تكون حلقه موفقه وحلقاتكم كلها ومن بين الاخبار طبعا
كمان هالأيام في أبو ظبي عالم الكتاب والمعرض الكتاب في دولة 22، بعيدا عن الأساليب الإلكترونية للقراءة والثقافة، معرض الكتاب يعتبر معرض مهم جدا. هو وصل اليوم لدولة 22. في هذا المعرض فما مشاركة 900 دار نشر، ايضا نصف مليون كتاب موجود في هالمعرض، و33 لغه في 33 لغه النشر، و 54 بلد يمكن شاركوا في هذه الدوره. 6 ايام الجمهور يتمتع بالقراءه ويحب الكتاب. معرض الكتاب حبينا نواكبوا الحدث، وهالتقرير من برنامج على الموعد لكم، تابعوا اذا معنا تقرير عن معرض الكتاب. نصف مليون كتاب ب 33 لغة مختلفة عرضوا في معرض أبو ظبي للكتاب، ما يعكس المكانة التي وصل إليها المعرض على المستوى المحلي والعالمي. ولم يقتصر الزوار على فئة معينة، بل شهد المعرض توافد الأسر بمختلف أعمارها. هناك العديد من البرامج المصاحبة لمعرض الكتاب، خاصة منذ بدء انتقال معرض أبو ظبي من المعارض التقليدية من أكثر من 4 سنوات انطلاقة إلى المعارض الاحترافية كمعرض احترافي يقدم العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات. هناك البرنامج الثقافي والبرنامج المهني، بالإضافة إلى ركن الإبداع المتعلق بالأطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة. هذا العام تم إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا البرنامج. أيضا تم طباعة منشورات ركن الإبداع بلغة برايل، بالإضافة إلى انطلاق حملة جمع الكتب في كل إمارة أبو ظبي. أقيم على هامشه أكثر من 200 فعالية وحدث ثقافي، حيث حفلت أيام المعرض بالعديد من المبادرات الهادفة لتشجيع القراءة والنشر، ومنها مبادرة توقيع التي دعمت بعض الكتب الصادرة حديثاً، ومبادرة ضاد التي روجت الهيئة بها للكاتب بوصفه العنصر الرئيس في عملية النشر والإبداع. أتمنى أن يستفاد من وجود هذا المعرض الجمهور عامة والطلاب خاصة، لأن يعرفهم على ثقافات مختلفة وشعوب مختلفة. كما شهدت الفعاليات أيضا الحفل التكريمي للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الخامسة، حيث التقى جمهور المعرض مع بعض الفائزين بها. هناك الكثير من الفعاليات، يعني أهم ما يميز معرض أبو ظبي الكتاب هو أنه هو بيحشد مجموعة كبيرة من مثقفين العرب والأجانب من مختلف التيارات ومختلف الاتجاهات الفكرية والإبداعية. أيضا الكتب حقيقة منوعة، حاولنا أن نلبي جميع الاحتياجات وجميع الاتجاهات والاهتمامات. هناك كتب علمية تتناول الأحدث البحوث العلمية، هناك كتب عن القصص والروايات، هناك كتب أيضا الإسلامية، هناك كتب عن الأطفال وقصص الأطفال وكيفية الاهتمام بالأطفال، هناك كتب أيضا تتناول الفن التشكيلي وفن المسرح والرواية وما إلى ذلك الذي بدأ يعني يأخذ نموا ويجد اهتماما في دول الخليج العربي، فهي تشمل جميع المجالات، ليست محصورة على مجال معين فقط. شهدت أروقة المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور في وقت تروج فيه مقولة طغيان وسائل الثقافة الإلكترونية على الكتاب الورقي، وقد استطاع المعرض الذي استمر 6 أيام أن يحقق النجاح متجاوزاً المفهوم الكلاسيكي لمعارض الكتب الرائجة في العالم العربي والتي يطغى عليها أحد الطابعين التجاري والفائدة الثقافية. أهلا بكم من جديد في برنامجنا على الموعد. في معنا كثير أمور بتصير، معنا كثير أمور بحاجة للتكنولوجيا، بحاجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن نكون ضالعين
وكلمة ضليع منا كلمة صارت هالقد كبيرة ومنا كلمة هالقد صارت عميقة، انه واحد يكون ضليع بالتكنولوجيا وبكل شيء عم بيطلع جديد. يمكن انا رح اقدم هالفقرة، ولكن انا اكيد انه انتم مهتمين فيها مثل ما كثير من الرجال يلي عم بيتابعونا هلا كمان مهتمين بهالفقرة. تحب التكنولوجيا؟ يعني انت بعبارة عن انه رح تحكي بالصيني بهالفقرة بالنسبة لي. لا هالقد؟ جعفر انت قريب. لا اكيد يعني يمكن الجهاز هذا جدا يمكن مر عليه بس مش فاهم بتفهمني كيف ممكن استفيد منه في البيت. فعلا خلينا نقول شغله انه اليوم بهالفقره مش بس اليوم يعني كل يوم بهالفقره رح يكون معنا تولز، رح يكون معنا شغله هالقد بسيطه مثل هيدي بالاضافه لاخبار هلا بنرجع بنشوفها. الايبود هي اله، هي مكنه فينا نسميها هالقد بسيطه. اذا فرجيكم هالصور ايبود بيقولوا ايبود. هلا انت قلت انت سبقت علي بيقولوا ايبود. ايبود ما لها علاقه بالايبود. اه شو الايبود هي من عائله اذا بدنا نسميهم الايبود غيرهم كمان من الامور المتضادين بالعائله، ولكن هل بهالعائله يعني الكبيره بس هيدي المكنه بالذات وهيدي العائله يلي لها علاقه بالتطور، لها علاقه بالباور، لها علاقه بكل يمكن الاشعه يلي عم نحكي عنها بكلمه صغيره فينا نقول انه فعلا اليوم وصلوا لاختيار. خليني افرجيها على الكاميرا بطريقه كثير واضحه. هلا بنشوف كمان الصوره. اول شيء الصوره من برا مثل ما ببين له هو ستاند بالاضافه لعمود، هذا العمود مركب ثلاث نحن بنقول باللبناني بريز كهرباء يعني محل مطرح ما بنحط الكهرباء وبنوصله لعده اماكن. هلا يمكن كثير بنقول انه طيب شو يلي بيميز هيدي القطعه عن غير قطعه؟ ميزه اول شيء انا بعتبرها يمكن الاهم ميزه انه اول شغله الاولاد كثير محميين منها لانه كل المكنات المستعمله او كل التجهيزات المستعمله بهيدي المكنه بتحمي كثير الاولاد من الاذيه. بنعرف قد ايه انت عندك اولاد بتعرفي بحطوا اصابعهم بالكهرباء، هيدي بكبسه واحده ممكن تحمي الكهرباء عنا وتعزل الكهرباء يعني تعزليها كليا. شغله ثانيه والأهم أنه عادة ما نحط الفيشة تحت بتكون القطعة فوق يعني بتكون مكنة فوق البراد بيكون هالقد عالي. هالقطعة بالذات فعلا مميزة وأنا حبيت أول ما عرفت عنها لأنه فيها ثلاث مقاييس يعني بتحطيها بحيال زاوية، وإذا الشغلة عالية بتحطيها بأعلى واحدة، إذا الشغلة واطية نوعا ما بديكور البيت وبترتيب البيت وبحط الأمور يمكن التفاصيل هالقد شغلة يعني مهمة. ممكن يعني خلينا نكون عمليين أكثر يعني هذا الفيشه اقدر احطها في هذا السلم احركها وين ما بدي. اها هيدي بتفتحها من هون، هيدا ستاند بتركبه والكهرباء ما راح اركبها هلا وان مع انه هي كثير بسيطه يعني ما بدها ولا اقل من 10 ثواني لتتركب، من بعدها بتركب هيدوله وبيبينوا الميزة انك انت ممكن تحركها وين ما على حسب المساحه حسب او المسافه اللي انت بينك وبين الجهاز. عشان لانه انا لما بلاقي فيها شوكابليت بشيل وبضب الجارو لانه ديكور البيت اهم بالنسبه لي من اي اختراع تكنولوجي. حتى الرجال يعني ما تفكري هلا شغله اليوم ببرنامجنا صحيح من بنتخصص يمكن اكثر بمواضيع لها علاقه بالرجال، هيدي القطعه بتلاقوها عند ايس اول شغله وهالشغله فعلا بنشكره عليها لانه كل يوم راح يكون معنا قطعه هالقد بسيطه وهالقد بتفيدنا وهالقد مهمه بحياتنا ما بتكهرب الاولاد كثير منيح انه بيقربوا منه وما بنعطي الهم ابدا مصروفه كهرباء كمان هذه الشغله انيق جدا تمشي مع ديكور البيت وحتى بالمكتب ما بنت ناس بنت البود هذه شغله كمان هم. من القطعه اللي موجوده معنا بننتقل شوي للاخبار. الاخبار التكنولوجيه اذا بين دقيقه او ثانيه رجعنا فتنا على عالم الانترنت بنلاقي انه في اخبار جديده، بنلاقي انه في تطور جديد عم بيصير بهذا الموضوع. الخبر التالي هو عن روبو، هيدا الروبو اخترعته أو صممته شركة الميتسوبيتشي. هو هالقد بسيط ولكن هو هالقد صغير طول حوالي المتر، ولكن الوظائف يلي بتعمل أول شيء سموها بنت يعني هيدا شغلة كمان حلوة. حكيوا عنا كثير، حكيوا عنا أنه أول شيء بتحكي، أول شيء بتحفظ كثير من الأشخاص. ممكن تخيلوا ممكن حيلا واحد ببيته يحفظ 10 أشخاص، يعني بمعنى إذا أنا عندي إياها بالبيت في يحفظ أنه وجهك هيدي فرح حضرتك جعفر، أول ما توصلوا على البيت لعندي بترحب فيكم. هيدي شغلة. شغلة تانية كثير مهضومة كمان أنه هي بتشتغل بطريقة أنه الصبح بتوعيك من النوم بترجع بتقلك شو في أبرز الأخبار، بتقلك الطقس كله طبعاً مبرمج. هلا حتضرب على جماعة الرفق حيزعلوا كله مبرمج ما بقى بحاجة للرفق في زهيك. هلا هون جربوا قد ما فيهم يطوروا، واليوم بعالم الروبو هالقد في صار تطور بهذا الموضوع. هيدا الروبو بالذات صار فعلا أليف، يعني أليف بمعنى أنه صار قريب من العائلة، قريب من الأطفال، بيهتم بكثير من الأمور. صوته نسائي، كل ما وصلكم ميل ممكن هيدا الروبو كمان يخبركم أو يقلكم من مين وصل أو مين هو الشخص المرسل. الأهم
ودائما بنحكي عن الاهم هو الامور الامنيه، يعني اذا هذا الروبو موجود بقلب البيت اي يمكن معلومه بتحفظوا اياها، اي ارشادات، اي قواعد معينه بتحطوها بقلبه، طبعا عم نحكي هون عن الكمبيوتر وجهاز كمبيوتر موجود داخله، ممكن انه هو يوجه من خلال الصور يلي بياخذها بكل ثانيه بكل شغله صغيره بتصير بالبيت بحفظها، لا سمح الله صار اي عطل، صار اي سرقه، صارت اي شغله بالبيت، كل شيء بيكونوا موجودين على هذا الروبو. والاهم هو انه ما في حدا يتعدى على الروبو، لانه في حال تكسر نحن عم نحكي يعني نحن عم نحكي عن شغله هالقد بسيطه، هي انثى هالقد بسيطه ولكن مبرمجه بعالم التكنولوجيا. شفنا الصور، في فعلا صور كثير مميزه اليوم شركه ميتسوبيتشي اليابانيين متفوقين في هذه الجزئيه، يعني انا دائما يعني اليابانيين يمكن اغلب اجهزه الروبوتات تطلع من عندهم، يمكن انا مش ميتسوبيشي بعد، في كثير من الشركات اللي ركزت على موضوع الروبوت وعندهم موضوع الروبوت شيء اساسي في البيت. يعني يمكن احنا مو متعودين، يمكن في المجتمعات العربيه ما عندهم هي الشغله نوعا ما بتخوف. عندك روبوت في البيت؟ هيدي الشغله نوعا ما بتخوف، لانه اول شيء نزل بتكلفه هلا تعتبر غاليه، يعني اليوم الشركه المنتجه طرحت بالاسواق حوالي 100 انسان او 100 انسانه اليه، ما انه عم نحكي عن انثى، ثمن الوحده منهم حوالي 1.575 مليون ين، اي بمعنى بالدولار حوالي 14000 دولار، وبالدرهم حوالي 52000 درهم. المبلغ اذا واحد يمكن حابب هذه الشغله منه كبير، يعني حوالي 14000 دولار في ظل الخدمات واللي تقدمها الانسان الالي هذا، يمكن صراحه كثير قصص يعني، بس هي تقريبا سعر سياره. طبعا هلا هون عم نحكي، ما تنسى شغله انه في صيانه شهريه، يعني تخيل كمان بدك هذا مصروف زياده بدك تأيدي على البيت، هذه الشغله كان مين مهمه يا محبي التكنولوجيا، هيدا خبر حلو. انا صراحه هاي الروبو ما حبيتها كثير، بس في غنى عنها انا شخصيا. طبعا سيدي تشاهدنا وانت في البيت، عندك دي ام تي في، عندك برامج مخصصه لك، ولكن هناك ايضا يعني انشطه ثقافيه يمكنك ان تواكبها وتعيشها مع كل من مثلا المهتمين بعالم السينما، ضمن اجنده حابين نحضر لكم كل يوم ما يمكنكم يعني ممارسته من نشاطات ثقافيه خلال الاسبوع. ممكن مثلا ركزنا طبعا على ابو ظبي والمنطقه، وللمهتمين بعالم السينما يعود اليكم مهرجان الخليج السينمائي في دورته الخامسه تحت رعايه سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئه دبي للثقافه والفنون. طبعا هالمهرجان يتم من خلال الفتره الممتده من 10 الى 16 افريل في دبي. ايضا للمهتمين بعالم الأدوات الرياضية يقام معرض أبو ظبي الرياضية الدولي لإطلاق آخر طبعا منتجات والتجهيزات في عالم الرياضة على أرض المعارض بأبو ظبي برافو من 12-14 طبعا الرياضة 12-14 أفريل. طبعا من 23 إلى 25 أبريل يقام معرض سيتيسكيب الشهير أبو ظبي على أرض المعارض في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض أدنك. المعرض طبعا يقدم العديد من المشاريع المحلية والإقليمية والدولية لجمهور عالمي يشمل المستثمرين وكبار العاملين في القطاع العقاري. غدا سيكون لنا أجندة أخبار أخرى، غدا سنكون أيضا على الموعد. أنا أول شيء بشكركم وقلنا شرف أن نكون موجودين أول شيء على هالشاشة الكريمة، إن شاء الله مشاهدينا ما نكون كنا تقال. أنا صراحة حسيت أنه الساعة ونص قطعت كتير بسرعة، قد إيه كنا هيك الأجواء حلوة مما قبل أنه نطلع على الهواء. وخليني أقول شغلة لكل المشاهدين أنه الأجواء كانت كتير حلوة وكتير أليفة وكتير فعلا عائلية، فتحية لكل فريق العمل وتحية لكم كمان. طبعا قبل ما نختم نذكركم طبعا ببريد التواصل الالكتروني، طبعا الايميل موجود على الشاشه اللي حابين يتواصل معنا عنده اكثر او عنده اقتراحات او استفسارات او اي فكره جديده يحب ان يساهم فيها في هذا البرنامج، هذا برنامج منا ولكم. وطبعا تواصلنا بيكون عبر الايميل وعبر يمكن وسائل التواصل الاجتماعي، ان شاء الله بيكون في عندنا صفحه على الفيسبوك وتويتر والوسائل الاجتماعيه المختلفه لكي نكون قراب منكم اعزائي المشاهدين، وخصوصا انت ايها الرجل فرح ما بدها لا فيسبوك ولا تويتر، على قد مش قريبه من التكنولوجيا، مشغوله كثير، انا مشغوله. غدا اذا لنا معكم لقاء، خليكم على المواد. الى اللقاء. الى اللقاء تمام.